بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التجويد ببساطة، والتي نختتم فيها حديثنا بمشيئة الله تعالى حول أحكام النون الساكنة والتنوين. تكلمنا من قبل عن الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين وشرحناها بالتفصيل، والآن نتحدث عن بعض المعلومات المهمة حول هذه الأحكام. أول هذه المعلومات، كيف نتعرف على حكم النون الساكنة والتنوين في المصحف؟ نبدأ بالنون الساكنة. تظهر النون الساكنة بطريقة مختلفة مع كل حكم من الأحكام الأربعة. في الإظهار تظهر علامة السكون فوق النون الساكنة، وهذا دليل واضح على وجود حكم الإظهار. وجود رأس الحاء فوق النون الساكنة يعني أنها مظهرة، وهذا لن يحدث مع الأحكام الثلاثة الأخرى. في الإدغام تصبح النون معرة بدون علامة السكون، وبعدها يظهر الحرف الذي يليها وعليه علامة شدة. في الإخفاء نفس الشيء ولكن بدون علامة شدة، تختفي علامة السكون من فوق النون الساكنة ولكن لا يظهر بدلا منها شدة على الحرف التالي. في الإقلاب تظهر علامة الميم بدلا من علامة السكون. في الإقلاب تظهر علامة الميم بدلا من علامة السكون. إذن في الإظهار تظهر علامة السكون فوق النون الساكنة، في الإدغام تختفي ويظهر بدلا منها علامة شدة في الحرف التالي، في الإخفاء تختفي علامة السكون ولا يظهر بدلا منها شيء، في الإقلاب يظهر بدلا منها حرف ميم بهذا الشكل الذي تراه أمامك. أما التنوين فكل حكم له طريقة أيضا. في الإظهار تظهر الفتحتان والكسرتان منتظمتان، أما في الإدغام والإخفاء فتظهر الفتحتان والكسرتان متفرقتان، بينهما فارق، ليستا منتظمتان فوق بعضهما البعض. في الضمتين تظهر ضمة عادية وضمة مقلوبة في الإظهار، وتظهر ضمتان منتظمتان في الإدغام والإخفاء. في الإقلاب تظهر فتحة واحدة بعدها حرف ميم، أو ضمة واحدة بعدها حرف ميم، أو كسرة واحدة بعدها حرف ميم. في الإظهار تظهر الفتحتان والكسرتان منتظمتان، أما في الإدغام والإخفاء فتظهر الفتحتان والكسرتان متفرقتان، بينهما فارق، ليستا منتظمتان فوق بعضهما البعض. في الضمتين تظهر ضمة عادية وضمة مقلوبة في الإظهار، وتظهر ضمتان منتظمتان في الإدغام والإخفاء. في الإقلاب تظهر فتحة واحدة بعدها حرف ميم، أو ضمة واحدة بعدها حرف ميم، أو كسرة واحدة بعدها حرف ميم. ما تفسير أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لماذا توجد أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لماذا لا ننطق النون الساكنة بنفس الطريقة مع كل الحروف؟ اعلم أخي الحبيب أن أحكام التجويد كلها إنما هي طريقة لتسهيل القراءة. إذا لم تكن أحكام التجويد مقروءة كانت القراءة ستكون عسيرة وصعبة وغير ممكنة في بعض الأحيان، فأحكام التجويد وجدت لكي تسهل القراءة، لكي تجعل الأمر مستساغا وسهلا ويسيرا في النطق. ولذلك إذا رأينا مخارج الحروف التي نراها أمامنا سنجد أن حروف الحلق تبتعد تماما عن حرف النون، وبالتالي حكمها الإظهار. أما حروف الإدغام فهي حروف يا إما مشتركة مع النون الساكنة في نفس المخرج، يا إما من مخرج قريب لها، ويتعثر على القارئ أن يقرأ النون الساكنة وبعدها هذه الحروف الست. أما الإخفاء فالحروف ما بين ذلك وبين ذلك، ليست قريبة جدا من النون وليست بعيدة جدا عنها، مما يجعل لها حكما وسطا. دعنا الآن نستعرض سبب كل حكم من الأحكام الأربعة. الإظهار، مخرج النون الساكنة بعيد تماما عن مخرج حروف الحلق الستة، وهذا السبب في إظهار النون الساكنة معها، لأنه لا توجد مشكلة في نطق الحروف الستة بعد النون الساكنة. إذن لماذا يتم إدغام النون الساكنة قبل حروف يرملون؟ حروف يرملون قريبة من مخرج النون، وبالتالي يتعثر معها نطق النون الساكنة، والأفضل أن يتم إدغامها داخل هذه الحروف. أما وجود النون الساكنة وبعدها نون متحركة فهذا يسمى مثلين، ودائما ما يتم إدغام المثلين في المصحف كما سنتعلم بعد ذلك. أما تفسير حكم الإقلاب، لأن نطق النون الساكنة وبعدها باء يكون به عسر وكلفة في النطق،
وبالتالي إذا جربت ذلك بنفسك، إذا أحببت أن تقول أنباء أنباء، ستجد أن هناك عسر في نطق النون وإخراجها بشكل واضح، ولذلك تيسيرا للنطق تم قلبها إلى ميم، لأنه متجانس مع حرف الباء ومخرجهما واحد، ولأن الميم أساسا يتشارك مع النون في جميع الصفات كما سنعرف لاحقا عندما نتحدث عن صفات الحروف. إذا ما تفسير إخفاء النون الساكنة والتنوين قبل بقية الحروف؟ تفسير ذلك أن هذه الحروف ليست بعيدة تماما كحروف الحلق، وليست قريبة كحروف الإدغام، ولكنها حروف وسط يتعسر نطقها إلى حد ما، وليس إلى درجة مطلقة مثل حروف الإدغام، وبالتالي نطقت بطريقة وسط بين الاثنين، لا هو إظهار ولا هو إدغام. تذكر أخي الحبيب أن جميع أحكام النون الساكنة والتنوين بها غنة إلا الإظهار. النون الساكنة والتنوين دائما تنطق بغنة إلا في حكم الإظهار، فقط هو الذي ليس به غنة. تذكر أيضا أن أي غنة في القرآن وليست في أحكام النون الساكنة والتنوين فقط مقدارها حركتان لا أقل ولا أكثر. تذكر أيضا أن النون المتحركة سواء مفتوحة مضمومة مكسورة ليس لها أي علاقة بهذه الأحكام، هذه الأحكام تخص فقط النون الساكنة، أما النون المفتوحة فتنطق نا، والنون المضمومة فتنطق نو، والنون المكسورة فتنطق ني، وليس هناك أي داعي لأن يكون هناك لها أحكام خاصة، وهذا ينطبق على جميع الحروف المتحركة. تذكر أيضا أن حرف الألف ليس هو حرف الهمزة. تذكر أيضا أن حرف الهمزة من حروف الإظهار، ولكن حرف الألف ليس من حروف الإظهار ولا الإدغام ولا الإقلاب ولا الإخفاء، لأنه لا يمكن بأي حال أن يأتي حرف الألف بعد حرف النون الساكنة ولا أي حرف ساكن آخر، لأن الألف أساسا هو حرف ساكن. الألف أساسا هو حرف ساكن دائما. الألف يسمى ألف المد أو الألف اللينة. الألف يسمى ألف المد أو الألف اللينة. أخي الحبيب، إذا أردت أن تتدرب على أحكام النون الساكنة وغير ذلك من أحكام التجويد، هناك في وصف الفيديو رابط لمقراءة تعمل على مدى 24 ساعة، وهناك مقراءة للنساء أيضا يمكن الدخول عليها لأي أخت تريد أن تتدرب على قراءة كتاب الله عز وجل بشكل صحيح. أشكركم وألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.